تحية من هنا لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي تحمل خلال 3 سنوات السابقة ما لا يتحمله بشر. فضل متمسك بقيم ومبادئ وأخلاق النادي الأهلي. علشان كده النادي الأهلي دايما غير. علشان كده القصة والسيناريو والفيلم لازم ينتهي نفس النهاية اللي احنا شفناها. لازم الأخلاق والمبادئ في النهاية تنتصر. علشان كده دي رسالتي من هنا لكل من ينتمي إلى منظومة النادي الأهلي. هو ده قدر النادي الأهلي. دايما كل المسؤولين في النادي الأهلي بيعملوا في صمت. ما بنتكلمش كتير لكن دايما بنعمل كتير. هو ده اللي احنا شفناه على مدار 3 سنوات من لاعبي النادي الأهلي ومن خلال مجلس الإدارة ومن كل من ينتمي إلى منظومة النادي الأهلي. عمل على مدار 24 ساعة في 3 سنين. مش عمل بس في فريق الكورة، لا، عمل في كل الإنجازات في النادي الأهلي، على المستوى الإنشائي، على مستوى الألعاب الجماعية والنشاط الرياضي، على مستوى كمان قطاع الناشئين اللي ما شاء الله السنة دي بنشوفه في طفرة كبيرة. طفرة من خلال الكابتن خالد بيبو المدير الفني الأجنبي، من خلال دمج اللاعبين، من خلال ضخ الأموال في قطاع الناشئين، علشان نشوف القطاع إن شاء الله خلال السنوات القادمة بيقدم لعيبة للنادي الأهلي والمنتخبات مصر.